على عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني والمرشح لرئاسة الجزائر أن هناك سعي لبناء مغرب عربي متعاون. بن قرينة أكد في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أن الهدف هو بناء مغرب عربي متعاون في العديد من الملفات ليتمكن من الخروج من حالة الضعف الفردي والاستغلال الغربي لدولة كل على حدة. وشدد المرشح الرئاسي الجزائري على أن منظومة المغرب العربي قوة توازن استراتيجي هامة بين إفريقيا وأوروبا. ورفض بن قرينة ربط علاقة الجزائر والمغرب بملف الصحراء فقط، مشيرا إلى أن فلسطين آخر نقاط الاستعمار في العالم، وملف الصحراء موجود على طاولة الأمم المتحدة.